في توندونس نجح بقوة جزائري تقريبا ما عنيش برشا معلومات عليه نستقبله بحب كبير هشام تيجي أهلا وسهلا مرحبا بك هشام على موزايكا فهم الله يخليك الهادي السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا بكم تكون رسول الله تعالى من السلسلة تعالى تهدي كتلاته موزايكا هشام نوعية الصوت ماهيش باهية برشا بنعرفش كان كنت نجمش تاقف ولا حاجة باش ناخذوا على الاقل نوعية صوت جيدة باش نجمو نتفاعلوا مع بعضنا نفهموك هكا انا اللي راني باح خدمه هكا تسمعني شن هكا نسمع فيك بالقدا 5 على 5 هشام ما نعرف عليك حتى شيء حتى شيء سواء اغاني ناجحة الله يبارك تعرف ومسيرتك تيجي في ما شاء الله معناتها سريعة ربي يخليك الله يعطيك ما تتمنى سريعة هشام قداش عمرك وين تسكن في الجزائر كيفاش تغرمت بالموسيقى؟ أنا عمري 25 سنة نسكن في الجزائر في شرق الجزائر في قصر ولاية سطة الموسيقى هذا حالة كان عمري بالك كل أسبوع هكاك فهمتك هشام كنت تتوقع النجاح متاع أغنياتك ولا ليه؟ والله باش نقول لك كنت متوقع انه ما هكا تخدم بروجي طلبها على ربي ما مش عارف ما غادي يدور ولا نتذكر مليح الحمد لله نتذكر مليح انه اغنيتك معناتها عملت نجاح كبير في تونس وخاصة وصلت الاغنيات هذية باش تكون موجودة في التوندونس انت كنت الاول الجمعة اللي فاتت في التوندونس في تونس لأول مرة ومن مدة طويلة ما عندناش فنان جزائري طلع الاول في تونس قاعد تتبع في النجاح نتاعك في تونس ولا ليه؟ سي بيان سير في تونس وفيها في المغرب وفي كامل الأمم العربية ثم السويدي نطلق هكا بروجي ونشوف الحمد لله صافي بليزير دخلت القلوب التوانسة وقلوب المغاربة الحمد لله تي جي في منين جات؟ كلمة تي جي في تي جي في منين جات؟ تي جي في ما تبعش موسيقى تبع البالون بعد من وليت أنا في الموسيقى لصقت هي مع الموسيقى هكا سميت روحك تي جي في دليل على السرعة ما أنت دليل على شنو الإفيكاسيتي السرعة ولا عندها قصة؟ مانيش السرعة على السرعة به عملت فتو الأيام نجاح كبير ومن بعد بشوية تعرفت من خلال تو في تونس مثلا أنا ما عنديش مستقبل ألو ما شنو هي السورس نتاع الانسبيراسيون نتاعك؟ الإلهام نتاعك منين يجي؟ والله الإلهام شوف الإلهام يجي هكا من الصور نشوفهم في الناس مشي لك زعما نحكي هاي الصور صارت لي كيما ألوي ما ماشي صارت لي ليا هكا أنا سبيري الصور هكا نشوفهم في المجتمع صاديبون واضح دونك نهنيك نجاح الموسيقى نتاعك في تونس نقول لك بالتوفيق شكرا بزاف وان شاء الله قريبا جدا بحذنا في تونس نشوفوك في حفلات بحذنا هشام نتمنى لك النجاح والتوفيق خلينا نسمع واحده من انجح اعمالك هشام تي جي في